كابتن إيهاب، يعني وليد الركراكي بيؤكد أنه هو مدرب جيد، بيعرف إزاي يقرأ الخصم، بيعرف إزاي يجهز اللعيبة نفسيا للمباراة. أن أنت بتلاعب فريق عنده لعيبة مميزة، أنت كمان عندك لعيبة مميزة، تقدر أن أنت طالما سجلت هدف يبقى أنت تقدر أن أنت تكسب المباراة، وليه لأ أن أنت تصل للأمتار الأخيرة في أي بطولة. شايف أداء المغرب إزاي، وشايف كمان مستقبله بعد كده بعد البطولة دي مفروض بقى يبقى شكله عامل إزاي؟ طبعا كل التحية والتقدير للمنتخب المغربي والوليد الركراكي على الأداء الكبير جدا اللي قدوه من أول البطولة لحد النهاردة. أداء قوي جدا، أداء غير متوقع بالمرة، الوصول للمربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع في كأس العالم ده أمر كان يعني كبير جدا للمنتخب المغربي، هيحرج بعد كده المنتخبات العربية والمنتخبات الأفريقية عشان يعني خلاص المنتخب المغربي حقق هدف، هنقعد نعاني كتير وسنين كتير عشان نقدر نوصل. هو لغى فكرة موضوع التمثيل المشرف. التمثيل المشرف خلاص انتهى، يعني هو ده التمثيل المشرف. هو ده التمثيل المشرف. عشان نتكلم بكل صراحة، لا هو ده التمثيل المشرف، المنتخب المغربي كافح أدى أداء رجولي جدا طوال البطولة. يمكن وليد الركراكي زي ما أنت قلت هيئ نفسه من قبل البطوله بثلاث شهور بالتعامل مع اللاعبين بشكل جيد جدا، بسفر والكلام والالتفاف حوالين اللاعبين في الفتره الاخيره. لكن بتفق مع استاذ كريم كمان، الاصابات نالت من المنتخب المغربي والاجهاد البدني في قبل النهائي والنهارده في الثالث والرابع، ان شفنا زي ما بنتكلم في خط الظهر وكمان وسط الملعب النهارده بأناحي واملاح الاثنين قاعدين على ذكر البدلاء، لان خلاص الاثنين كانوا بيلعبوا وهم مصابين، الاثنين بدنيا خلاص استهلكوا تماما، فما تقدرش تدفع بيهم النهارده. حب يحط عناصر شابه جديده وضغط دماء جديده، لكن ما يعني ما دخلتش في اجواء البطوله، الفريق مش متكامل، حتى خط الظهر مش في افضل حالاته، لان اليومك مع داري مع يحيى عطيه الله ثلاثي برده كان ما لعبش الا المباراتين اللي فاتوا، وشفنا ان المغرب طوال البطوله دخل فيها هدف واحد لكن في اخر مباراتين يخش في مرماها اربع اهداف. ده تاثير المنظومه الدفاعيه ككل، المنظومه الدفاعيه في المنتخب المغربي ما بتعتمدش على الرباعي الخلفي فقط، لا هي كمنظومه ككل من وسط ملعب للعناصر الهجوميه. فاعتقد ان ده تاثير الاجهاد البدني، الاجهاد الذهني كمان، لان هم اجهدوا تماما في كل شيء، الحمل يعني كانوا مش متخيلين ان هم يوصلوا للنقطه دي. لكن كل التحيه ليهم، قدوا مباريات كبيره جدا، الفتره اللي جايه هتبقى صعبه عليهم، هم كمان حطوا نفسهم تحت ضغط كبير جدا. انت لما تيجي توقعات بقى خلاص، انت لازم تاخد بطوله افريقيا مبدئيا بالظبط كده. فانت لما تيجي تلعب بطوله افريقيا انت هتلعب تحت ضغط كبير، انت هتلعب المنتخب المغربي هو رابع العالم، حقق انجازات كبيره، اللي هو خرج المنتخب الاسباني، خرج المنتخب البرتغالي، يعني عمل بطوله كبيره جدا، بيخرج المنتخب البلجيكي. فانت هتبقى في بطوله افريقيا مطالب بتحقيق البطوله، مش التفكير خلاص مش هتبقى المركز الثاني بالنسبه لك خساره، عدم الوصول للمباراه النهائيه ده خساره كبيره جدا. فالطموح هيبقى مختلف تماما، او التارجت هيبقى مختلف تماما عن المنتخب المغربي. المنتخبات اللي هتقابل المنتخب المغربي هتقابلها بشكل مختلف تماما عن اللي فات، لا هيبقى في ألف حساب للمنتخب المغربي بشكل كبير جدا. طيب.